الديناميكس، للديناميكس اللي بيعبر عنها الايه، الايجن فاليوز بتاعت الايه بتوصل البولز بتاعت السيستم. انما الزيروز بقى لها علاقه بالاي والبي والسي والدي احيانا، تمام. فده الاوتبوت، انما ده الميجرمنت، انا بقيس حاجه تانيه اللي هي زد اوف تي، هنقول اتش اكس اوف تي، ده بدون نويز يعني. وبعدين لما حلينا السوليوشن بتاع الستيت ايكويشن طبعا انا السوليوشن معناه نحسب اكس اوف تي، لان الواي فانكشن في الاكس واليو والزد كذلك، فانا لو حسبت الاكس اوف تي يبقى بالنسبه لي كله معلوم. فهنا اللي طلعنا اكس اوف تي عباره عن اي اس اي تي ماينس تي نوت اكس اوف تي نوت زائد التكامل من تي نود لتي اي اس اي تي ماينس تاو بي يو اوف تاو دلتا تاو. والجزء ده لو انت كنت بتحاول تثبت الكلام ده باستخدام لابلاس ترانسفورم فهو بيعبر عن الكونفوليوشن انتجرال، الكونفوليوشن بروبرتي في لابلاس ترانسفورم. لو عندك دالتين مضروبين في اس، يعني دالتين طبعا مضروبين في بعض بس هم فانكشن في اس، وانت عايز تحسب الداله في التايم، فبنحسبها من الكونفوليوشن انتجرال. بس احنا ما اثبتناهاش كده، احنا اثبتناها في التايم دومين مباشره. لو تفتكروا ضربنا المعادله دي في اي تو ذا ماينس اي تي وقعدنا ايه نعمل شويه شغل كده فطلعناها. وبعدين عملنا ديسكريتيزيشن، الديسكريتيزيشن قلنا ان اكس اوف كي بلس 1 اكس كي بلس 1 طبعا هي كي بلس 1 في تي كابيتال تي بقى اللي هي السامبلنج بيريد، بس ما بنكتبهاش تبسيطا للكتابه يعني، لان اللي بيعبر عن التايم هنا هو الكي مش كابيتال تي. التي اللي هي السامبلنج بيريد دي كونستانت، يعني هي في الاصل عشان برضه ايه نبقى واضحه الكلام ده، المفروض ان هي اكس اوف كي بلس 1 في تي، بس احنا بنكتبها باختصار كي اكس كي بلس 1. هيبقى هنا دي كانها نوت يعني، فهنا اكس كي بلس 1 هي هتبقى فاي كي على اساس ان دي فاي تي هي فانكشن في التايم، فهنا الفاي هتبقى فانكشن في الكي، تمام. فاي كي اكس اوف كي وممكن اكتبها ماشي. هل في مشكله لو انا كتبتها كده اكس كي بلس 1؟ نفس الكلام يعني، انا هكتب دي كده اكس كي بلس 1، معلش هنا فاي كي اكس كي زائد دبليو كي، والدبليو ده كده نويز. يبقى انا كاني فرضت دي صوره يعني، ما هيش الصوره الوحيده لكلمن، كان من صور متعدده يعني، بس احنا هنتكلم عن الصوره دي. كان انا الانبوت للسيستم اليو ده كان نويز، رايت نويز. وبالتالي اقدر اقول هنا انه دبليو كي، طبعا هنا هنقول هوير ان فاي كي ده هو اي اس اي تي، ودي اثبتناها يوم الاحد الماضي، تمام. والدبليو كي لا اي تي هي طبعا يعني جنرال، لو كانت الاي فانكشن في التايم هنا الاي كونستانت اصلا، تمام. الاي نفسها مش فانكشن في التي، الاي كونستانت، ودي الحاله اللي هندرسها برضه. انما هي جنرال ممكن تكون فانكشن في الكي، لان الفاي تي اسمه فاي سمول تي، فانكشن في التي سمول برضه، تمام، لو تايم. وهنا دبليو كي هيبقى الكلام ده يعني تكامل من صفر لتي اي اس اي
اعتقد دي انت يمكن معلش يمكن انا دي تي ماينس تاو كابيتال تي ماينس تاو. لو رجعنا للمحاضره السابقه هتلاقي تي بس هو التكامل دلتا تاو ودي فانكشن في التاو تمام. يعني الاثبات دي تي التي دي السامبلينج بيريد معادلة الكونتينيوس. بس انا لما هعمل التكامل هعوض عن تاو بتي تمام. يعني التكامل دلتا تاو التي ده كونستانت للسامبلينج بيريد انما التاو متغير بكامل بالنسبه له. لما عملنا ديسكريتيزيشن محمود ما احنا المره اللي فاتت قلناها اعتقد الى حد ما يعني لو يعني احنا كنا ضربنا في اي اس ماينس اي تي ولا كنا ضربنا في اي اس اي تي يبقى كانت سمول تي. ماشي ارجو ان انا ما اكونش غلطان يعني اراجع نفسي عشان انا معلش يا محمد يعني من اول يوم وثاني يوم رمضان وثالث يوم رمضان في يعني وعاشر يوم واليوم اللي رقم 30 برضه ان كان لنا عمر ان شاء الله تمام ان شاء الله يعني. وبرضه شعبان في عزق يعني اي شهر المشكله بقى مش في الشهر مشكله تمام تمام يا فندم. ايه اللي صح؟ لا والله عشان انا بس اعرف ايه اللي صح اكتبه يعني كده صح يعني كده صح تمام شكرا تمام. اصل هو طب يعني اسمح لي افكر انا معاكم شويه لان انا ممكن اكون نسيت يعني تمام. يعني هو الاصل في الامور فعلا ان هي كانت اي تكامل من تي نود مثال انا اللي صح بس انا مش عايز احسم الامر يعني تكامل من تي نود لتي اي اس اي تي ماينس تاو دي نوت كده يعني في بي يو اوف تاو دلتا تاو. فاحنا ساعتها قلنا وانا بديسكريتايز ان هنحط التي نود بتساوي كي تي والتي بتساوي كي تي بلس تي تمام الكلام. فهيبقى التكامل ده هنسميه ده هنسميها اي ولا حاجه. فيبقى التكامل ده هو التكامل من كي تي لكي بلس 1 تي اي اس اي كي تي بلس تي ماينس تاو بي. وممكن اليو نطلعها بره التكامل لاني بعمل ديسكريتيزيشن ما بين كي تي وكي بلس 1 فاليو هتبقى كونستانت فالكلام ده هيبقى مضروب في يو. تمام الكلام. فانا مثلا لت كي تي ماينس تاو مثلا هنقول مثلا بتساوي سيجما فيبقى لما سيجما انا بكمل بالنسبه لتاو التاو بتساوي كي تي يبقى سيجما بصفر تمام. وعند تاو بتساوي كي بلس 1 تي اللي هو الحد الثاني ده هتبقى السيجما بتساوي طبعا هنا كي تي بلس تي ماينس تاو فالسيجما هتساوي كام؟ تي صح كده؟ اتفضل يا محمد اتفضل. اليو فانكشن في التاو بس بما انه بقى ديجيتال فهو وعاده بنستخدم زيرو اوردر هولد فبتبقى بين كي تي وكي بلس يعني اثناء السامبلنج بيريد نفسها اليو كونستانت تمام؟ يعني يكون عندك سيجنال كده
بتعمل لها سامبلينج، فانا افترض ان ده كي تي وده كي بلس 1 تي، فاحنا بناخد السيجنال دي كونستنت تمام، فهي كونستنت طلعنا درجه التكامل. وطبعا هنا برضو هتبقى دي سيجما، لو فضلت الكلام ده طبعا ده تفضله بصفر، هتبقى بتساوي ماينس دلتا تاو. فبناء عليه الكلام ده نكتبها تحت مش اشكال يعني، هيبقى الاي هتساوي التكامل من كي تي اللي هو صفر، التكامل يوزن سيجما بقى، لكي بلس 1 اللي هو تي، اي اس كي تي ماينس تاو نسميها انا سيجما، يبقى هنا اي اس ما تيجي نسميها احسن يعني ماينس سيجما، معلش يعني. وبرضه لما تاو هتساوي كي تي سيجما بتساوي صفر، انما لما كي بلس 1 تي يبقى كي تي بلس تي تروح مع بعضها يتفضل لي هنا، يبقى السيجما بتساوي ماينس تي، ويبقى الدي سيجما مش هتساوي ماينس دلتا تاو، هتساوي زائد دلتا تاو. تمام؟ بس تاني احنا نقول كي تي ماينس كي بلس 1 تي، كي تي انت بتتكلم عن اي واحده بس عشان نبقى هنا فتطلع هنا دي حاجه فيها غلطه ولا حاجه؟ زائد تي يعني. شكرا تمام، ربنا يخليك يا مايكل. في حاجه ثانيه عشان تمام، شكرا مستر مايكل. فهنا هتبقى تكامل من صفر لتي اي اس كي تي ماينس تاو، انا سميته ماينس سيجما، فهتبقى ده عباره عن تي ماينس سيجما في بي في دي سيجما، بدل دي تلتا بتبقى دي سيجما، شكلها كده يعني. ما صار بكامل دلتا تاو دلتا سيجما طالما ليميتد انتجريشن، فده دومي فيريبل. وبالتالي ارجع بقى هنا، فين انا كنت فين؟ انا كنت فين؟ كنت لا التكامل ده صح طبعا، التكامل ده صح لانه لسه كونتينيوس. انت كنت تقصد كده يمكن؟ لا العمليه باظت شويه، احنا كنا بنتكلم على الديسكريتيزيشن. تمام، معذره يعني، بس يعني ايه؟ انه الدبليو كي ده هيبقى التكامل بقى، نخليها كده وبعدين نبقى نقعد نظبط فيها زي ما احنا عايزين، من تي نود لتي برضو اي اس ماينس تي ماينس تي ماينس تاو في بي يو اوف تاو دلتا تاو. تمام. وطبعا الديسكريتيزيشن بتاع ده هفترض ان فيه نويز برضو، بس انا هنا هيبقى عندي بقى معادلتين في كديسكريت يعني. فانا بقى ايه، هبدا من اول وجديد، هقول لا انا عندي اكس كي بلس 1 الموديل عباره عن فاي كي في اكس كي زائد دبليو كي، والزد كي اللي هي هتساوي اتش كي في اكس كي زائد في كي. طبعا ساتش ذات ان الدبليو ده ديستربنس نويز على السيستم نفسه، والفي نويز على الميجرمنت، وهو كل واحد منهم وايت نويز، ف مفيش بينهم كورليشن. يعني اقدر اقول انه الاكسبكتد فاليو ساتش ذات ان الاكسبكتد فاليو بتاع دبليو كي مثلا في دبليو جي مثلا ترانسبوز، طبعا فيكتور يمشي الكلام كده، عباره عن اما احنا نسميه كيو كي برضو،
ده لو كان جي بتساوي كي او اي بتساوي جي، يعني ممكن اخليها كده احسن، خلي دي اي ودي جي، ويبقى هنا اي بتساوي جي عشان ما ندخلش الكي بتاعت السيستم يعني في الموضوع، او بتساوي صفر لو كان اي لا يساوي جي، وانه الاكسبكتد فاليو بتاع الفي اي في الفي جي ترانسبوز برضو اما هيساوي ار كي لو كان اي بتساوي جي، وتساوي صفر لو كان اي لا تساوي جي، وان الاكسبكتد فاليو اوف في اي دبليو جي ترانسبوز بتساوي صفر فور اول اي اند جي، يعني الفي والجي ما فيش بينهم كوريليشن، انما الفي مع نفسها لو اي بتساوي جي، والدبليو مع نفسها لو كانت الاي بتساوي جي، لو كانت اي لا تساوي جي فالكوريليشن لا تساوي او بصفر. انا بعثت لكم امبارح ملفين، يعني واحد منهم لخصت لكم بس، فدي ابندكس تاخدها معاك في اي امتحان يعني. الدبليو بتساوي الار، يبقى كويس، فانا كتبتها برضو كنت اقول لكم كده يعني، لو في اي ملاحظات تقولي لي عليها نصلحها، فانتوا حطوا انتوا الار انفرس وانا اصلحها عندي، تمام؟ لو في ملاحظات اخرى بلغوني بيها يعني. يعني انا قلت اريحكم بس من الكتابه واديكم، نبقى موحدين. وبرضو هتلاقي في ابندكس، دي ابندكس بي اللي فيها الليست سكوير للبارامترز سواء او للميجرمنت، انما الابندكس الثانيه فيها كلمن والصوره اللي انا بعرضها حاليا، ويمكن مكتوبه بديتيلز اكتر شويه عشان ايه يعني تبقى معانا كانها محاضره يعني. انا مش فاكر الديتيلز ايه، بس يعني فيها شويه ديتيلز اكتر شويه من الثانيه يعني. الثانيه كاتب القوانين بس. اللي هو ده؟ ماشي ماشي، خليها ماشي. خليها دبليو تي، تمام. احنا هنكتب دبليو كي لما، تمام. هنستخدم بقى العلاقه السهله يعني بتاع ديسكريتيزيشن، بس ملاحظه في محلها يعني، تمام. هي الفكره يعني، يمكن الباشمهندس محمود الاسبوع اللي فات، مش الاسبوع اللي فات، المحاضره اللي فاتت يعني سألني في الكومبلمنتري فلتر يعني وما يتعلق بالمواضيع دي يعني، في ناس تتكلم على السنسر فيوجن وحاجات زي كده يعني. هو في الحقيقة الفكرة الأساسية انك انت احيانا برضو دي نوت مع النوت دي كده، لو انا عندي الديناميك سيستم، لو عندي ديناميك سيستم بيأكت as a low باس فلتر، دي معناها انك انت لما بترسم ده الاوميجا في الفريكوانسي دومين، برسم الماجنتيود مع الفريكوانسي، فهو ايه بيبقى الفريكوانسي سبيكترم بتاعه شكله عامل كده. ولكن النويز عبارة عن هاي فريكونسي نويز، يعني ممكن هنا هاي اكتبها ازاي دي، هاي سبجكت تو، هنقول سبجكت تو هاي فريكونسي نويز، فهو في الحقيقة الحل بتاعه السهل او القضيب برضو انك انت بتحط له لو باس فلتر. اللو باس فلتر برضه ياخد صور متعدده والديزاين بتاعه فيه كلام كتير، ويعني يعني ممكن ندرس كورسات فيه يعني. انما ابسط حاجه يعني، فانا هستخدم هنا يعني ده يقول لي ان انا هستخدم لو باس فلتر، لان اللو باس فلتر هيعدي لي اللو فريكونسي مش هيعدي الهاي فريكونسي، بما ان النويز هاي فريكونسي فيبقى هيعمل له ايه؟ اكستراكشن، مش هيعدي. وابسط صوره يعني لللو باس فلتر انك انت لا يعني كلام كثير، بس يعني لو انت عملت مثلا ايه از اكزامبل يعني، ان انا لو عملت ريزيستنس كده ار سي سيركت كده، ده ريزيستنس وده كاباستور
وبعدين حسبت الترانسفر فانكشن بتاعته. لو كان الاوت الفولت هنا، الانبوت الفولت هنا والاوتبوت فولت هنا، فطبعا ده بيطلع لي ان في او على في اي اوف اس، طبعا ده اوف اس ده عباره عن 1 على ار سي اس زائد 1. فدول هو بس فلتر، لانك انت لو رسمت الماجنيتيود بتاعه مع الفريكونسي هتلاقيه شبه كده يعني، والدي سي جين بتاعه 1، لانك انت مش هتضرب الفريكونسي في حاجه يعني، تمام. فهو عند اللو فريكونسي مضروب في 1، وعند الهاي فريكونسي هيبقى يعني، ده لو رسمت البوت دياجرام بتاعه هيطلع لي حاجه عامله كده. فهو معناه ان طبعا ده الزيرو، والزيرو زيرو ده في الديسيبل، فالزيرو ديسيبل معناه انه ماجنيتيود بواحد، تمام. فيبقى هيمر باللو فريكونسي والهاي فريكونسي مش هتعدي، تمام. الكيس الثانيه، انا بس عايز اقول اهميه الكلام ده، لانه احيانا برضه ممكن ناس تقول لك احنا لماذا نتحدث هذا الكلام يعني، بس هو في حاجه مهمه جدا، لانه كلمه لما عمل الفلتر بتاعه ده كان فتح في مجال الميجرمنتس والكنترول والكلام ده. صحيح هو عملها سنه 60 تقريبا، 65 في الفتره دي يعني، ويمكن ما لم يتم استخدامه او الانتباه اليه الا بعد 30 سنه تقريبا يعني، في التسعينات كده مثلا، في اخر الثمانينات مثلا. لانه في الحقيقه الفكره بتاعته الاساسيه ان هو عباره عن الجوريزم، ده برنامج، مش ان انا بحط هاردوير يعني في الدايره، تمام. وطبعا موجود الكمبيوتر والديجيتال كنترول والبرامج، بقت الامور سهله، الدنيا يعني كانت فعلا قويه باستخدامه. فالكيس الثانيه هنعمل العكس كمثال برضو، لان الامثله متعدده يعني، بس انا ايه مجرد عشان نشوف الكونتراديكشن في الموضوع. حاضر يعني، تمام يا محمد. لو انا اخدت الكيس الثانيه، انا عندي دايناميك سيستم، عندي هنا دايناميك سيستم، انا افتكر يعني، وطبعا اغلب السيستمز اللي معانا بتبقى لو باس فلتر في الميكانيكال سيستمز تحديدا، فبعض الصواريخ بتبقى مش هاي باس، انما يعني عند اللو فريكونسي بيبقى الماجنيتيود رجع طلع من عند صفر تقريبا يعني، انما يعني الغالبيه. انما طبعا جنرال بقى في الكوميونيكيشن سيستمز وخلافه، لا هتلاقي سيستمز بتاكت از لو باس واز هاي باس وميديوم وباند وحاجات زي كده يعني. فاحنا هنا لو عندي دايناميك سيستم، هنفترض ان هو بيأكت از هاي يعني، هنفترض يعني انه كان عامل كده يعني، بدل ما هو بادئ من ماجنتيود قيمه كده وبتقل، ده بادئ من صغيره وبتزيد راحت لقيمه، هنفترض يعني، ده مجرد للتوضيح يعني، تمام. والنويز عندي هاي فريكونسي، بعدين هنا سوري لو فريكونسي سبجكت تو، نقول ايه لو فريكونسي نويز، هنحط هاي باس فلتر، هنستخدم المشكلة ايه بقى يا شباب؟ ان يبقى سيستم سواء سواء هو كان لو باس، هو السيستم نفسه يعني، سواء كان كده او كده، ان النويز عليه في لو فريكونسي نويز وفي هاي فريكونسي نويز، تمام. فانت يعني افرض ان هو كان عليه لو فريكونسي نويز وهو نفسه لو باس، فلما هتفلتر الداينامكس بتاع السيستم كمان، تمام، او العكس هنا. فهي القصه الرئيسيه
أو نقطة من نقاط القوة بتاعت كلمن، إن النويز عندي ممكن يكون لو فريكونسي نويز وهاي فريكونسي نويز. النويز واخد كل الفريكونسي رينج بغض النظر عن السيستم هل هو كان لو باس ولا هاي باس يعني. وطبعا ما تقدرش تعمل الكلام ده بالحاجات الاكتف دي، تمام. وبالتالي لانه زي ما اتفقنا وزي ما هيظهر حالا يعني انه الشغل بتاع الشغل بتاع كلمن هو يبان كانه برنامج سوفت وير تكتبه عندك ميجرمنت تعمل لها بروسيسنج، تمام، تاخد الميجرمنت وتبروسيس تطلع الاوتبوت بتاعك هو الاستيميتد ستيتس سواء كان النويز. بس طبعا بتبقى محتاج تعرف الاسبكترم والكيو والار بتاعه السيستم والفرض اللي احنا عاملينه ان هو وايت نويز، تمام. فيعني دي فهو كان في بعض مثلا السيستمز، معلش انا برضه احيانا بنسى حاجات كده، اللي في بعض السيستمز مثلا اللي كانوا ممكن يبقى فيها المشكله دي كانوا يعملوا ايه؟ يقيس حاجه باكسلرومتر، وغالبا الاكسلرومتر بيبقى عليه لو فريكونسي نويز، ويقيسها هي نفسها بجيروسكوب وده ممكن يبقى عليه هاي فريكونسي نويز، فيبقى الاكسلرومتر يحط له لو باس فلتر والجيروسكوب يحط له هاي باس فلتر لوحده، وبعدين يعمل يعني ياخد نسميها مزيج من التو ميجرمنتس فبيسموه كومبليمنت فلتر. يعني الفكره فيه كده يعني ان هو انت بتاخد ايه، بتبقى عندك يعني هاي فريكونس لو عايز تحلها دي احد الطرق يعني، وتعمل ويتس برضه للايه لل ما كانش الحكايه دي موجوده في المساله احنا حليناها امبارح يعني المحاضره اللي فاتت، كان شكلها فيها ويتنج بس كان عندي تو سنسورز مش مختلفين يعني، تمام. يعني انت ممكن تجنرالايز الكلام يعني فيه كلام كثير يعني، انما هو يعني بس عشان ده كان تعليقا على التعليق اللي انت قلته بالنسبه لحكايه الكومبلمنتري فلتر اللي هو ان انا ايه بيبقى عندي اكثر من سنسور وبقيس حاجات واخد ويتس، واحنا المساله بتاعتنا كانت حاجه شبهها يعني، انما كانت الفكره او الهدف الاساسي منها ان احنا نبين ان في ويتس وانه في تحسين في الستاندرد ديفيشن او في الكوفاريانس بتاعه الايرور، ده كانت الهدف منها يعني. انما ان شاء الله يعني باذن الله بعد ما تخلصوا ان شاء الله ويتشرفونا السنه الجايه وتسجلوا ماجستير بقى وحاجات كده ممكن ندرس كورس نركز عليه ان شاء الله يعني بحيث نبقى نوسع فيه. انما طبعا هي المسائل ديت فيها حتى الان ناس بتشتغل رسائل ماجستير ودكتوراه وفيها شغل يعني من المسائل المفتوحه يعني، لان هي مش كل المسائل محلوله او ممكن تكون محلوله اناليتيكالي مش محلوله اكسبيرمنتالي او كامبلمنتيشن يعني الدنيا فيها كلام، فهو تنفيذها على سيستم ما يعني بالتاكيد هيبقى فيه كونتريبيوشن يعني وان كان الجزء النظري موجود، تمام. حد معلش انا اسف حد اتفضل. نعم. احنا فضلنا بالنسبة لـ A1 لان انا قدرت اكتب المعادلة كلها بدلة A1 وانا جبت علاقة بين A2 و A1 فبقى A2 function في A1 خلاص هي function في A1 فقط، فانت اذا استطعت ان تفعل ذلك ماشي، لو كنت مش كده المسألة مش كده تضطر تفاضل، تمام يعني. فنقصد يعني احنا مجرد بناخد فكرة عن الموضوع عشان بس نبقى متفقين يعني، ما نقدرش ان ندعي ان احنا بنتكلم عن الموضوع بكل تفاصيله، تفاصيله كثيره اكتر من انك تحطها في كورس حتى مش في محاضره، تمام يعني تدرس كورسات فيها يعني. اتفضل يا باشمهندس. والله عشان انا بامين معاك يا مستر بيتر انا مش محلتهاش يعني، عشان انا بامين معاك يعني، فانا مش عارف انت ايه اللي ممكن يطلع لك، انت بس حاول فيها كده
وشوف ايه اللي ممكن يطلع. انما الكونكلوجن احنا متوقعينه، واخد بالك؟ يعني متوقعين الكونكلوجن ان انا عندي ثلاثه سنسورز كل واحد بستاندرد ديفيشن، المفروض انه الايرور لو انا استخدمت الثلاثه عملت ويتنج بينهم ان يطلع لي الكوفاريانس او الستاندرد ديفيشن اقل من الثلاثه. ده اللي واحد اخده لان احنا قلناها جنرال لاي سيستم، لاي ان اوردر سيستم، تمام؟ فهو بقى انت لما تيجي تفاضل وفي عندك A1 و A2 و A3، تمام؟ لما هتحسب المين مثلا هيطلع لك A1 زائد A2 زائد A3 بتساوي 1. دي ما فيهاش مشكله، دي مشكله ولا ايه؟ ففاضل بقى بالنسبه لـ A1، لو اضطريت فاضل بالنسبه لـ A2 فاضل. يعني لو كانت المساله محتاجه يعني. نعم؟ يعني نعملها ونجرب ونشوفها. ونعمل فيدباك يعني، تمام؟ بالنسبه هنا بقى الفكره ايه في الكلمن؟ في جزء انا طبعا عشان يعني عملناها قبل كده اكتر من مره فمش هكرره يعني، لان انا عندي ميجرمنت موديل، ده دايناميك موديل. وده ميجرمنت يعني، وانا عند اللحظة كي بما ان عندي الديناميك موديل يقدر يبريدكت اكس كي بلس 1، فكأن انا هستخدم ده في ان انا اعمل بريدكشن. ولما يبقى عندي الميجرمنت هقدر اعمل ايه؟ كوركشن. شغل ليه؟ يعني عملت بريدكشن وبعدين اعمل كوركشن. هنا نعمل هنا كوركشن. هل هم دايما بيسموهم كده؟ يعني مش بالضروره يعني، تمام؟ انما ايه يعني احنا ممكن ناخدها بالكونسبت كده انه فانا لو جيت المعادله اللي هي زد كي دي، لو انا اخدت زد كي هتساوي اتش كي اكس كي زائد في كي، وقلت ان انا عندي بيريور او بري استيميت، انا عندي بيريور او بري استيميت فهسميها اكس كي هات لان استيميتد، وبعدين ماينس دي بس معناها ان هي ايه؟ بري استيميت، تمام؟ وهيبقى عندي انه الايرور هتسميه اي، هيبقى عباره عن اكس كي. طبعا اكس كي موجود وكانها هي الترو فاليو اللي انا ما اعرفهاش يعني، تمام؟ وبعدين نحسب الكوفاريانس. فالكوفاريانس هسميه بي كي ماينس، لانه تمام. فهيبقى الاكسبكتد فاليو بتاع اكس، نقول على طول كده باختصار اي ساي دي اي كي حتى، ويبقى ده اي كي وهنا اي كي ترانسبوز. والمساله دي احنا حليناها لما اتكلمنا على الميجرمنت موديل فقط. يعني احنا في حاله من الحالات خدنا الميجرمنت واشتغلنا عليه، تمام؟ وطلعنا شوية قوانين كده كويسة، تمام؟ فايه اللي طلعناه بقى عشان انا ما انساش؟ بس طلعنا حاجات كويسة. بس ايه هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلعنا الاتي. احنا يعني عملناها هي نفسها، بس يمكن في اختلاف في اسماء السيمبلز. يعني دي كنا مسمينها اكس تلدا ولا ايه فقط يعني. فهنا ما كوفاريانس بتاعت الايرور، بس الايرور
في البري استيميت او البريور استيميشن. تمام، فهنا قدرنا نطلع المعادله ديت اللي هي كانت اكس كي هات بتساوي اكس كي هات ماينس زائد كي كي، وطبعا كي السفكس كي او السبسكريبت كي ده عند تايم كي. تمام، انما الكي اللي هي سوبر سكريبت ولا سب سكريبت تبقى جين. تمام، اللي هي كالمان جين بنسميه كالمان جين. تمام، هنا كي في زد كي ماينس اتش كي في اكس هات ماينس كي. المعادله اللي احنا طلعناها قبل كده هي نفسها، يعني كانت اكس هات بتساوي اكس تلدا زائد الكي. انا بس حطيت هنا الكي سبسكريبت عشان نبين ان الكلام ماشي لو كان سيستم تايم فارينج، مفيش مشكله يعني. تمام، احنا بس لما عملناها المره اللي فاتت كان عندنا وان ميجرمنت وطلعنا وان استيميت، انما انا هنا بقى ايه نعمل العمليه بسموها ايه ريكيرسيفلي. تمام، فده بالنسبه للاكس كي. بالنسبة لي ال هي اكس دي كانها دي كانت تساوي اكس تلدا، دي ايكوفلنت الاكس تلدا، حطينا الاكس كي هات ماينس دي. تمام، وبعدين وطبعا اكس كي برضو اكس كي ده اللي هو هنسميه الابديت استيميت. ابديت يعني كان عندي استيميت وانا عملناها كوركشن او ابديتنج، يعني ممكن تقول ايه يعني الاثنين دول ايكوفالنت ابديتنج. هل في حاجة تانية غير دي؟ انه الكي كي ده كان بيساوي بي اتش ال بي دي. المفروض انه المفروض انه مش البي دي كانت هتساوي ان شاء الله بي كي ماينس اتش كي ماينس وافتح قوس هنا اتش كي في بي كي ماينس في كي كي ترانسبوز مش كي باتش اكيد اتش كي ترانسبوز زائد ار كي. كل ده انفرس ونقدر نابديت البي كي نفسها عبارة عن اي ماينس كي كي في اتش كي مضروبة في كي بي كي ماينس. برضو عشان ايه احنا كان عندنا معادلة بس مش عارف اكتب المعادلات مع بعض عشان الناس ما تتلخبطش يعني، بس احنا اتلخبطنا خلاص طبعا. لا يعني ما نتلخبطش قوي، لا متلخبطين نص نص يعني. احنا عندنا كان ما عندنا ميجرمنت موديل، عندنا دايناميك موديل وعندنا ميجرمنت موديل. تمام، فالميجرمنت موديل هعمل منه بريدكشن، ويبقى انا كاني بعمل عمليه تحسين الاستيميشن على مرحلتين، اني واخد في اعتباري كمان الدايناميك موديل. بس انا هنا لسه ما اتكلمش عن الدايناميك موديل، انا ما كنتش اللي على الميجر اللي احنا عارفينه المفروض، بس المعادله دي هكتبها بس امسحها تاني عشان الناس ما ايه
كانت المعادله دي كانت كنا كاتبينها كده بي بتساوي اي ماينس كي اتش في ام. دي المعادله اللي كانت موجوده اللي عندنا الام هي بي كي ماينس. تمام؟ الام هي بي كي ماينس. وكنا كاتبين بس عشان برضو ايه عشان 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 ايه عشان ما نتلخبطش برضو قوي يعني. تمام؟ انه كنا كاتبين انه الكي لا مش معقول كده اكيد في واحد كويس يعني مش معقول كلهم كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نتلخبط خالص قولوا لي خلاص احنا كده خلاص اتلخبطنا. وهنا كنا كاتبين ان البي هتساوي الكي انا اسف ولا البي لا البي بعدين بقى هلخبط انا اهو مش انا مش هلخبطكم بس ده انا نفسي هتلخبط ان الكي عباره عن بي في اتش ترانسبوز في ار انفرس. دول بالنسبه للكلام السابق. خد معلش انت انا اسف مش هقدر انا اتحرك هناك كده احطهم في الموقف في البتاع دي. تمام. يا سلام انت راجل طيب يا تمام شمس محمد انت لي تمام. بس عايزين نلاحظ حاجه يعني هنا الفرق بين الكي دي والكي دي. الكي دي فانكشن في البي مش فانكشن في الام اللي هي كانت بي بي كي ماينس. يعني عشان انت ممكن تبص على دي اللي هي الكي دي وتبص على الكي دي تلاقيهم مختلفين. خلي بالك انا جايب اكسبريشن وخدناه وقعدنا نسمبليفاي كده واحنا بنعمل الاثبات امبارح طلعنا الصوره دي يعني. فهنا عشان الدنيا ما تتخشش في بعضها يعني ان الكي دي كان فانكشن في البي اللي هي الحديثه مش البي ماينس. البي ماينس هي الام فتلاقي يعني الدنيا هتلاقي شكلها مختلف. فانت خليها نوت على جنب كده انما الكلام مظبوط ان شاء الله. دي بس يعني بن 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 هناك انا يعني استخدمت الصوره دي الله يستر عليك. كنت عندي وان ميجرمنت ما بعملش اتريشن ولا بعمل ريكيرسيف ريليشن ولا حاجه يعني انما انا هضطر استخدم دي هنا المره دي. لا انا لم اذكر ما انا يا باشمهندس محمد هشام صح كده. احنا لم نستخدم حتى الان الديناميك موديل هو لا زال الكلام على الميزرمنت موديل وانا لم اقل شيئا جديدا بس هو نفس الكلام اللي فات بس هو مجرد النوتيشن مختلفه فقط. تمام. انما مع الورقه اللي انا سايبها لكم يعني ممكن تقروها مش عايز نكبر الموضوع يعني. انما بالنسبه للميزرمنت موديل الكلام كده يبقى انا عندي اكسبريشن للبي كي بدلاله البي كي ماينس وعندي اكسبريشن للكي كي. فانا هقدر ايه بالنسبه للميجرمنت موديل اللي هو ده هبدا باكس هنفترض يعني اكس كي ماينس دي وهبدا ببي كي ماينس مش عندي افترضهم متاكد ان القيمه كام كل ما يكون الجهالة او عوامل الجهل عندي كبيرة افترضها الكبيرة لان هي معناها ان الفارينس كبير في انسرتينيتي وكلما كانت يعني ما عندي فكرة هي كام ممكن اخدها بصفر لو انا عارفها بالظبط يعني. تمام. ف وبعدين هعمل ابديتنج لل عندي بي كي ماينس وعندي اكس كي ماينس. فبما ان عندي هنا البي كي ماينس طبعا المفروض ان الاتش والار والكلام ده جيفن فاقدر احسب الكي ومن الكي اقدر احسب البي الجديده وابديت يعني. ده بالنسبه للايه للميجرمنت موديل. بالنسبه للديناميك موديل طبعا شور يعني ما خلاص ما ده ليست سكوير استيميشن خلاص بقت القاعده انه هو انا الباشمهندس مايكل والباشمهندس بيتر برضه سالوني سؤال
فماذا لو يعني انا مش بقول اعمل كده بس انا يعني افكر معاكم يعني ماذا لو انت عندك 3 ميجرمنت خدت منهم 2 واثبتت ان السيجما بتاعت الاثنين اقل من الايه اقل من الاثنين اللي انت خدتهم يعني وعند تاخد اللي انت طلعت بيها دي كميجرمنت كانها انذر استيميت وخدتها مع الثالثه فهيطلع برضه اقل يعني يجوز يعني ده تفكير سهل يعني بس يعني ايه ممكن نفكر برضه بالطريقه الروتينيه اللي احنا كنا عملناها امبارح بس انا لو انا حليت المساله على ان انا كان عندي 3 ميجرمنت الاثنين خدت 2 بس منهم الدنيا ميجرمنت احسن فاخد النتيجه بتاعتها مع الثالثه مثلا يعني فهل ده الكلام ده يمشي يعني نفكر فيه يعني هو باللوجيك يقول يمشي ان شاء الله ايه وباللوجيك يقول برضه ان دي النتيجه احسن مش عايز كلام يعني تمام طيب ودي بقى بدون ما نعمل حسابات كثيره يعني تبقى سهله يعني طيب الايه بقى نعمل عمليه البريدكشن طبعا البريدكشن هنا انا عندي الموديل ده طبعا من غير النايز وانا بعمل بريدكشن هحسب منه يعني مش كده ولا ايه فماذا سنفعل سنفعل الاتي ان احنا بلاش بقى ايه ما تكتبش بالاحمق ده لانه الاحمق ده كانت نوت يعني كده للمقارنه بس فانا هعمل هنا بريدكشن فهحسب نسميها اكس كي بلس 1 بقى خلي بالك دي كانت اكس كي ماينس فانا دي بقت اكس كي بلس 1 ماينس برضه وبريدكشن احط لها هات فهتساوي فاي كي اللي انا عارفها في اكس كي هات فانا بعد ما كنت عارف او فرضت بي كي ماينس واكس كي ماينس وقدرت احسب اكس كي فين في حته كده في مكان ما تمام قدرت احسب اكس كي اقدر استخدم اكس كي دي في ان انا بريدكت اكس ماينس عند كي بلس 1 هنرتبهم بس احنا بنقولهم دلوقتي كده تمام وبرده لو عايز اشوف الايرور كوفاريانس فانا هقول ان الايرور عند كي بلس 1 برده الماينس ده هيبقى اكس كي بلس 1 ماينس اكس كي ماينس بلس 1 اللي هو ده هتساوي ده فاي كي اكس كي بلس ده ترو يبقى معاه النويز يعني بلس في كي ده دبليو اسمه دبليو كي ناس اللي مع السيستم اسمه دبليو بلس دبليو كي ماينس ده اللي احنا قلنا اللي هو كاتبينه فوق ده اللي هو فاي كي في اكس كي طبعا هنا فاي كي اكس كي وهنا ماينس فاي كي اكس كي هات فاكس ماينس كي هات هي الايرور برضو كده فاقدر اقول ان ده عباره عن فاي كي في الايرور عند اللحظه كي زائد دبليو كي يعني الترم ده مع الترم ده اخد الفاي كي مشترك فتبقى اكس كي ماينس اكس كي هات فيبقى ده الاي عند اللحظه كي تمام ودبليو كي نزلت زي ما هي وبعدين اقدر اجيب الايه اقدر احسب ال الايرور كوفاريانس بقى ان انا اخد الايرور ده في الايرور ترانسبوز واجيب الاكسبكتد فاليو وايه و تمام ارجو يكون الى حد ما واضح ممكن نعمل ايه ممكن نستخدم السبوره الثانيه دي ولا نمسح ده لو انتم مش عايزين ده مش عايزينه يا شباب
هو بالمناسبة يعني فعلا احنا كنا في رسالة ماجستير عاملينها من زمان شوية يعني كنا مستخدمين الاكسلرومتر بدل الجيروسكوب. طبعا هي مشكلة الكنترول دايما في السنسورز رقم واحد ثم الاكشويترز لازم يعني الالجوريزمز والرياضة والحاجات دي الى حد ما بقت سهلة شوية، انما انك انت تعمل سنسور وتبقى عندك يعني ثقة فيه هي دي المشكلة. وطبعا السنسورز اللي من النوع ده انت طبعا لما بيبيع لك مثلا اي ام يو ولا الكلام اللي موجود ده كلام بيبقى يعني ناقص فيه عالي جدا. ويعني الدنيا صحيح ممكن نقعد نعمل احنا باستخدام السوفت وير نحسن فيه يعني، انما لو انت عايز بقى سنسورز حقيقية تحطها على طيارة وكلام من ده هتبقى الدنيا فيها كلام كبير يعني. فهو كنا احنا عملنا رسالة اللي كان السلام عليكم احمد يا مرحبا الله يسلمك. طبعا فكنا عاملين جايرو فري ريد تيبل انك تقدر تقيس الانجلر اكسلريشن او الانجلر ديسبليسمنت او الانجلر فيلوسيتي اللي هو تبقى انت محتاج فيهم جايروسكوب سواء فيرتيكال جايروسكوب او دايركشنال جايروسكوب او ريد جايروسكوب او انتجريتنج يعني جايروسكوب بصفة عامة يعني. تقدر تستخدم اكسلرومترز وطبعا المفروض ان السنسور تبقى موجودة في السي جي، فانت بتوزع السنسورز كده بعيد عن السي جي وتقدر تعمل موديل بحيث ان قراءات الاكسلرومترز تقدر تبريدكت منها الانجلر فيلوسيتي او الانجلر ديسبليسمنت او الانجلر اكسلريشن. طبعا هي بتبقى محتاجه بقى ان طبعا بتتكلم على فريم ابعاده كبيره نسبيا علشان تقدر تحط انت حاجات بعيده عن السي جي وتحط واحد في قبل السي جي واحد بعد السي جي واحد على يمين السي جي واحد على الشمال، يعني بتبقى محتاجه كونفيجريشن معين. انما بالنسبه للناس اللي هم الرساله موجوده لو حب هيدي يطلع عليها يعني. تعال هو دلوقتي الدكتور هيثم الشيمي كان معانا هنا من ابناء القسم يعني، بس هو برضو يعني خرج يعني فضل ان هو يذهب الى الحياة يعني، وكلها مفيدة في كل اتجاه يعني. فنقصد استخدام الجيروسكوبس والاكسلرومترز والكلام ده يعني احنا طبعا بنحطها في المعادلة ونديله كده دايناميك ايكويشن، لان في الحقيقة هو المشكلة الحقيقية اللي احنا المفروض الناس يعني الناس تشتغلت في الحاجات دي في الحقيقة هتبقى عملت اضافة حقيقية يعني. طبعا احنا مش عايزين نقول الكلام ده لانه مش كل الكلام يتقال المفروض يعني، بس هو مفهوم يعني من غير ما يتقال يعني. احنا في عالم الطيران تحديدا المشكله الاساسيه في السنسورز ثم الاكشويترز، بس الاكشويترز ايه يعني المشكله اقل حجما. انما انت عايز تاخد قرار لابد انك انت وعندك ميجرمنت تاخد بناء عليه قرار يعني، تمام. فهي ده كان مناسبة برضو ان انا جبت شركة الاكسلرومترز والجيروسكوبس احيانا في الكومبلمنتري فلترز انك انت بتستعين بيهم يعني. انت ممكن تستغنى عن الجيروسكوب يعني في بعض الميسايلز لو الفلايت تايم بتاعها مش كبير يعني تقدر احيانا تستخدم اكسلرومترز، بس تعمل لها ديزاين يعني ديستريبيوشن كده بحيث الحاجة اللي بتطيل لمدة 5 ثواني ودقيقة وحاجات كده يعني سهلة. فنصل المسائل دي يعني انا مش عايز ان احنا نتخض منها ولا نزعل منها ولا حاجة، هي مسائل مهمة، بس هي مسائل مهمة. والمهندسين الشطار اللي زيكم كده المفروض ان هم يبتدوا يعني ان شاء الله لما يبقى حد غاوي ان شاء الله يسجل ويعمل رسالة او يطلع. كان معنا طالب والله برضو مش هقول اسماء بقى عشان ايه. تمام اتفضل. هو الايرور هنا في معرفين ان هو اكس كي ماينس اكس هات كي ماينس، فهنا في البريدكشن السطح بتاع البريدكشن بتاع اكس اللي هو ده تمام ده. لا انا اصلا انا بقى عندي اكس كي اوكي، انا عملت لها بريدكشن يعني عملت لها استيميت هي دي معايا، فانا هبريدكت اللي بعدها. انا باخد اخر حاجه وصلت لها كان عندي اكس كي ماينس بقى عندي اكس كي،
فهستخدم اكس كي في ان انا بريدكت اكس كي بلس 1. بس اللي عند اكس كي بلس 1 دي هسميها اكس كي بلس 1 ماينس، تمام؟ لان انا برضو هعمل لها ايه زي ما عملت هنا بريدكشن ثم كوركشن، هعمل كوركشن برضو، تمام؟ هي دي الفكره يعني. يعني ماشي ماشي كلام، ما هو ماشي بس مفيش تعارض يعني. ده الديفينيشن بتاعت الايجو هنا في المرحله دي يعني، وكان في ديفينيشن تاني للايجو في المرحله دي. بس الكلام ماشي، كلامك تعليقك مظبوط وكلام برضه مظبوط هنا يعني ان شاء الله يعني. حاضر، اتفضل ابو حميد. طيب اتفضل يا مازه يا محمود. يعني الناس اتفضل. اعمل بريدكشن وكوركشن كل ستيب. كل ستيب ما عشان انا حاطط كي عشان كده، لان انت الدنيا بتتحرك. تمام، اتفضل يا باشمهندس محمود. احنا قلنا ان الكوفرنس الكوفرنس بتعتبر على طول ال، ايه اللي بقى يخلي السنسور الوحش وحش؟ طالما انا كده كده انا بغير بايظ مصنفه، يعني ايه الليمتنج كيس اللي تخلي الكلمه فلتر ما تشتغلش؟ ما اعرفش ايه العلاقه بالكلام ده والكلام اللي احنا بنقوله، بس يعني انت السنسور يكون وحش او كده. السنسور فيه نويز على طول، كل لحظه انت بتجي لك اضاءه نويزي، كل لحظه عندك اضاءه فيها نويز. تمام. معلش خلينا، انا مش فاهمه فعلا، بس انا جاي للقرايات فيها نويز، فانا بعمل فلتر بقدر اجيب استيمت كويسه عند اللحظه دي. اه بالظبط. فهيفرق معايا ايه بقى؟ وبعدين انا كده كده هصلح القرايات، بس انت بتعتمد على قراءه من السنسور اللي هي الزد كي دي. يعني انت عايز يعني مش فاهم معنى، مش فاهم قصدك يعني. هل انت عايز تستغنى عن السنسور ولا ايه؟ انا في الاول ما خدتش القراءه اللي هي الزد كي عشان هي فيها نويز ومش كويسه، فهروح اعمل الكلام. طلعت اكس كي، بعد شويه بقى عندي زد كي بلس 1. يعني انا هنا انا عندي زد كي، بعد شويه بقى عندي زد كي بلس 1 زد كي بلس 2، وكلهم طالعين نويز. ومش نويز بس، ده ممكن يكون الدنيا بيحصل، افرض انك انت كنت بتقيس اكسلريشن باكسلرومتر وعايز تحسب البوزيشن، فبتعمل دبل انتجريشن للسيجنال. ده انت مش النويز بس بيزيد، ده النويز بيزيد وبيحصل له انتجريشن مثلا. يعني انت دائما القراءات، ولذلك هم بيعملوا حكايه اللي بيسموها انتجريشن دي، يعني اذا احنا سميناها كومبلمنتري مثلا ممكن نسميها انتجريشن. لو تحط مثلا جي بي اس تحطها مع اي ان اس، تحط انيكشن نافيجيشن مع جي مثلا، لانك انت برضه واحده بيحصل فيها دريفت ومع التايم الدريفت بيزيد، انت عايز حاجه. وبعدين واحده ثانيه ممكن في بعض اللحظات ما تقرالكش اصلا، نزلت في نفق اي حاجه مثلا يعني. فهي بقى مساله الانتجريشن بتبقى محتاجه يعني. اتفضل. ما انا معرفش اجهزك، انا ما جاوبتش. طب اتفضل. لو انا بطبق كلمه فلتر على سنسور كويس او سنسور وحش، ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق هي الفاريانس والكوفاريانس بتاعت النويز، لان كل سنسور هو هنا انت مفترض انك انت حتى لو السنسور ده ما تعرفوش انك عملت عليه اختبارات وطلعت الكاركترستكس بتاعته، اثبتت بقى ان هو فعلا انه السيجما بتاعته كذا وان الميم بصفر ولا وطبق. ايه المشكله؟ فهو طبعا السنسور فرق من السنسور والتاني ان هو هيبقى الكاركتير بتاعته مختلفه. تمام؟ هذا ظني يعني. انا ممكن الاستيمت ده بقى تاني لو ايه؟ لو السنسور نفسه وحش بحيث الفارينس بتاعه لا، يعني هيبقى بقى ابطأ بس. هيبقى ابطا يعني، هو بيتحسن بس ايه. او لو انت بلاش نقول السنسور وحش، نقول انك انت ما قدرتش تتعرف على الكاركترستكس بتاعته. انما انا عشان انا عايز، انا جبت ايه، جبت مثلا معايا اكسلرومتر وبعدين هاجي احطه على الترابيزه دي كده، المفروض ان القرايه بتاعته تبقى بصفر. ليه؟ لان هو ما بيقراش حاجه، المفروض مفيش حاجه بتتحرك كده ولا ايه. انما هيطلع لي ميجرمنت، هيطلع لو انت هيطلع لي قراءات. انا ممكن باخد من القراءات دي وبعدين اخده مره كده واقلبه برضه يعني، بدل ما انا احطه فوق الترابيزه كده لا احطه من الناحيه الثانيه. يعني خلي الزد اكس بتاعه لفوق
وممكن اخلي الاكس بتاعه مثلا لتحت مثلا يعني. يعني تقعد تعمل عليه شويه تجارب بحيث انك تستطيع ان يعني دي برضه فيها شغل انك تتعرف على الكاركترستكس بتاعت السنسور. اذا تعرفت عليها الى حد ما يعني بدقه يبقى غالبا ان شاء الله هي يعني هي الدنيا هتمشي صح يعني. تمام. كان الفلتر بتستخدمه مع المودل اللي هي عماله تغير الدرجات بتاعتها المره اللي فاتت كانت حاجه ثابته فاحنا لا بغض النظر عن المودل بيتغير ولا لا المودل بيتغير فانا باستيميت البارامترز بتاعته اللي هي متغيره دي انما انا بستخدمه لان احنا يا برضه المحاضره اللي فاتت في اخرها كده كتبنا ازاي نعمل بول بليسمنت وازاي نعمل ستيت استيميتر او ستيت اوبزرفر. كان الفرق بين الحالتين ايه؟ ان الاولانيه ما فيهاش نويز، ان الفي المعادله اللي هي على الشمال دي ان الفي والدبليو كانوا بصفار، الفي والايه مش كاتب هنا دبليو، يبقى خلينا هنا يعني. يعني نظريا لو انا اضفت هنا دبليو تي واضفت هنا في تي مثلا يعني فهيبقى او تحت هنا مفيش مشكله يعني هيبقى انا لازم اتكلم عن كلمه فلتر. انا لما كنا بنتكلم على البول بليسمنت والستيت استيميشن يبقى انا كان عندي نويز. تمام. فالمساله الاولانيه كانت من غير نويز وانا افترض ان الدنيا ايديال فان النويز ما يمثلش مشكله بالنسبه لك. تمام. هيمثل مشكلة يبقى لازم تعمله بريدكشن او استيميشن يعني. طيب نرجع بقى لايه. تمام يا باشمهندس محمود، يعني ارجو ان هي تبقى يعني الى حد ما انا جاوبتك يا ابو حميد مش كده؟ طيب فهنا هنجيب بقى ده الاي كي بلس 1، هنجيب هنا بي كي بلس 1 ماينس. انتوا عندكم حاجه؟ انا بس هخلص الحته دي على الاقل عشان ماشيين فيها بطء شويه، لو ما عندكوش مانع يعني هخلص دي. بس انا كنت طبعا كنت مرتب نفسي ان انا اخلصها واحل مساله كمان من المسائل اللي هي في اكسرسايز انا بعته مش امبارح اللي قبله ولا مش عارف بتاع امبارح يمكن، فكنا نحل منه مساله. بس يعني مفيش مشكله لو ما مفيش وقت نحل المساله ممكن نحلها وابعتها لكم يعني، انما على الاقل نخلص الجزء ده. تمام ان شاء الله يعني. والشغل في الصيام جميل يا اسامه والله. تمام. وانت مجرب وعارف. تمام. طيب فهنا هنجيب الاكسبكتد فاليو بتاعت الاي كي بلس 1 ماينس ده في اي كي بلس 1 ماينس بس ترانسبوز. فانا هكتبها كده ترانسبوز عشان تبان ان دي ماينس معناها ان هي بيريور والترانسبوز الترانسبوز. تمام. لانه ده فيكتور كولوم فيكتور وده رو فيكتور وديني ماتريكس جنرال يعني لو كان عندي اكتر من ستيت. طبعا هنا في الحقيقه احنا مفترضين طبعا انه مفيش كوريليشن بين هذا وذاك، ودي احنا ممكن نضيفها هنا يعني الكلام ده. احنا دايما بنبسط المسائل علشان نلغي الكورليشن يعني. وبعدين لما تاخد ده وده انا هجيب الاي كي ده اللي هو ده اللي هو ده وبعدين الترانسفورس بتاعه فهيبقى في هنا دبليو اكتبها عشان تبقى واضحه. هيبقى ده الاكسبكتد فاليو بتاع فاي كي اي صح كده كي زائد دبليو كي في انا فاي كي اي كي زائد دبليو كي ترانسبوز. فهنا المفروض انه هيبقى ده فاي كي اصلها الفاي ديتيرمينستك فتطلع بره الاكسبكتيشن. تمام. دايما الاكسبكتيشن للاستوكاستيك او الراندوم. فهنا فاي كي اكسبكتد فاليو اوف اي كي في اي كي ترانسبوز اللي جايه من هنا في فاي كي ترانسبوز
ودي فاي برضو نكتبها كابيتال نكتبها سمول ماشي. يعني هنا الترم ده هيبقى اي كي ترانسبوز فاي كي ترانسبوز، فيبقى ده فاي كي اي كي اي كي ترانسبوز، فيبقى ده هو ده. وبعدين هنا زائد الاكسبكتد فاليو بتاع دبليو كي في دبليو كي ترانسبوز. واحنا متفقين انه مفيش كورليشن، فاللي هي الترمات الثانيه دي تمام. يبقى الترمات الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لما اضرب ده في ده او ده في ده الكورليشن بتاعهم صفر، فمش هنكتبه. وبالتالي ده هيبقى طبعا الترم ده واضح قوي ان الاكسبكتد فاليو بتاع دبليو كي اللي هو الكي او كي تمام كده. يبقى عندنا هنا ده عباره عن دبليو ده كيو كي باختصار يعني، وده هو البي كي الاكسبكتد فاليو بتاعت الايرور بنسميها بي دايما، بما انه اي عند التايم كي فيبقى هو بي كي، فيبقى ده عباره عن فاي كي بي كي في فاي كي ترانسبوز. ويبقى ده الابديتنج بتاع البي كي بلس 1. نقدر بقى ماينس ليه؟ كيف لا بي كي بلس 1 ماينس؟ كيف بي كي بلس 1 ماينس؟ يمكن والله. بي كي بلس 1 ماينس ماشي. شكرا كويس انتم صحصحين عنا الحمد لله. ايه نعم يا محمود؟ لا لا زي الفل والله، ربنا يحميكم يا رب وان شاء الله ينفع بكم ويرزقكم وتهيصوا يعني ان شاء الله. تهيصوا على الفطار كده وتقولوا هي المدفع ضرب وحاجات كده يعني. ما اعرفش مين كده كان مش عارف مش عارف. يلا بس نتكلم في السي اس. تمام؟ ارسمها على السبوره لو انتم عايزين، بس انا بعت لكم الملف ده مبعوث يعني. فده ينفع ما ينفعش نكبره ده تمام؟ بس هو في الحقيقه يعني بيلخص العلاقات دي تمام كده؟ وهو هنا هتلاقي طبعا اكيد انتم شايفين، اذا كنت انا جنبه مش شايف بس يعني مش مشكله يعني. انما يعني انا برضو عشان حكم السن بس يعني تمام؟ هنا هتلاقي فيه ان انا بادئ ب استيميت للبي نود والاكس نود ماينس، هو البري بيريود استيميت او بري استيميت. لازم يعني ابدا بايه؟ بالبي نود واكس نود. اكس نود حتى لو خدتها صفر مش مشكله يعني، غالبا افضل يعني غالبا يعني، لانك انت بتاخدها بقيمه وانت مش عارف حاجه. فلو انا عارفها خلاص بكتبها، انما لو مش عارف ما فيش داعي ان انا اديله ايه توجه يعني اوجهه في اتجاه يعني، لانه ممكن يكون هو الاتجاه الغلط وبالتالي عشان يرجع الاتجاه الصح دي. والبي نفس الكلام، لو انا عارفها خلاص صفر، لو انا مش عارف يبقى اخدها كبير قوي اللي هي البي نود اكبر بقى ايه يعني. مثال باشمهندس مايكل معاك انت على الايه على التمام. وبعدين نعمل ايه؟ نستخدم العلاقه دي. يبقى انا كانه ممكن عشان اوضح الكلام اسهل من ده، انا مجرد بس هديهم ارقام واكتب الارقام هنا تمام. فانا مثلا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي ما عندي مش عندي اكثر من الاقلام. الاقلام فين؟ يبقى انا كاني هنقول الالجوريزم يعني. اول حاجه طبعا انا عندي الميجرمنتس متفقين عليها، عندي كل لحظه زد، فدي مش هنقولها. بس انا هفترض ان انا عندي رقم واحد انتر البيريور استيميت اللي هي اكس نود
كأن حطيت الكي بصفر يعني هات صفر and the error covariance اللي هو بي نود نيجاتيف. رقم اثنين المعادلة دي هتبقى رقم اثنين تمام. هحسب الكي طبعا هعمل كاونتر بقى الكي 0 1 2 3 وهكذا يعني. فانا هكتبها جنرالي انه كانه مش عارف نقول نكتبها ازاي نقول هقول ريبيت تمام اللي هي ان الكي كي هتساوي بي كي اللي هي في الحاله دي هتبقى بي نود يعني بي كي اتش كي ماينس وطبعا بي كي ماينس فهنا اتش كي بي كي ماينس اتش كي ترانسبوز زائد ار كي انفرس. الخطوه التاليه ان انا هروح للمعادله دي معادله رقم 3 اللي هي هقول ان اكس كي هات هتساوي اكس كي ماينس هات زائد الكي كي اللي احنا حسبناها. طبعا هنا هقول ريبيت مثلا سمول كي يعني في كي الكي اللي هي كالمان جين ده كابيتال كي سمول كي ده اللي هي سبسكريبت هتبقى سمول كي. فهنا لو مش باينه عندي نبقى مبينها يعني خلي دي كابيتال كي كده وهنا سمول كي وطبعا انا قلت هنا ريبيت ان الكي بتساوي واحد واثنين وهكذا وصفر وواحد واثنين مفيش منها. يبقى كي كي مضروبه في زد كي ماينس اتش كي في اكس كي ماينس هات. المعادله رقم اربعه اللي هي البي كي البي كي هنا اللي هي دي المعادلة رقم 4 هنحسب البي كي هتساوي اي ماينس كي في اتش كي في بي كي ماينس. المعادلة 5 و6 المرة بقى ان انا هحسب ده دي 5 A ودي 5 B في المعادلة رقم 5. طبعا انا رسام هنا في صورة يعني مش هنسميه فلوت شارت نسميه حاجة كده تمام يعني سكيش اوضح اسهل يعني انما بس انا قلت عشان ما ناخدش منه وقت كبير يعني هنقول هنا ان رقم 5 اول معادلة هقول ان اكس كي بلس 1 ماينس عبارة عن فاي كي في اكس كي هات وانه المعادلة التانية تبقى رقم بي ان البي كي بلس 1 ماينس برضو عبارة عن فاي كي بي كي فاي كي ترانسفوز زائد كيو كي. وطبعا كي بصفر 1 2 3 كمل بقى على حسب من ايه. انا مش هتكلم كتير تاني والله يعني عشان انتوا صايمين ومش عايزكم تدعوا عليا دعاكم مستجاب فلا احد يحرص من الحكايه دي يعني تمام. فانا اللي هعمله انه مجرد بس هدي هنت انا هبعت المساله محلوله يعني بس هدي هنت صغيره كده يعني هو المساله كانت دي نوت بالنسبه للبروبلم 1 اللي هو موجود في الكورس ورك 1 3 اعتقد هو كورس ورك 3 هو بيقول ان انا عندي
سيستم كده، ومجرد عباره عن انتجريتور يعني، وداخل له انبوت هو يو اوف تي وخارج الاوتبوت. فبس احنا عشان انا بقول عشان الموديل يعني، فانا هبعت كل التفاصيل بس مجرد عشان تخرج من الموديل يعني. وهنا اكس اوف تي طبعا ده لما يبقى اكس اوف تي وده انتجريتور. انا عشان اسف انت مش شايفه مني يا باشمهندسه، تمام؟ اللي قبل الانتجريتور هيبقى اكس دوت، صح كده؟ فده فيرست اوردر سيستم يعني، في ستيت واحده، عشان اقصى حاجه المساله اللي بعدها فيها تو ستيتس يعني، احنا مش هنكبر عن كده، وممكن نبقى نحلها ونبعتها برضو، او تفكروا فيها وبعدين نحلها وبعتها، مفيش مشكله يعني. وانا مش داخل الكلام ده في الامتحان اللي اتفقنا عليه يوم الاحد ان شاء الله. مش احنا عندنا امتحان يوم الاحد متفقين ان يوم الاحد اللي فات، والنهارده ايه مش الاربع؟ صح كده؟ احنا يوم الاحد اللي فات قلت ان الامتحان الاحد جه، عشان بس يبقى عندنا فرصه نمتحن امتحانين ثلاثه بدل ميد ترم وحاجات زي كده، ويبقى ان شاء الله ناخد الدرجات الكويسه باذن الله تعالى، وان شاء الله الدرجات كلها كويسه. تمام؟ فعندنا اكس دوت اوف تي بتساوي يو اوف تي، صح؟ فده ككونتينيوس سيستم. لو انا قلت ان هو عباره عن a x of t زائد b u of t، يبقى اولا ال f صفر، صح كده؟ وال b بواحد بالمقارنه كده بس، فقط علشان ايه؟ علشان لما تيجي هنا تديسكريتايز وتطلع الفاي كي، هتبقى الفاي اللي هي اي اس اي تي، والاف صفر تبقى اي اس صفر بواحد. فده معناها انه هيكون الفاي كي بايه؟ بواحد. من الديفينيشن بتاع العلاقه بين الكونتينوس والديسكريت يعني. طب الدبليو كي، الدبليو كي احنا عرفناه هنا كده، تمام؟ هو مديني هو في المساله الار بتاعه النويز، يعني مديني الفي الار بتاعتها بكام او السيجما كام، يعني مديني حاجه عنها يعني اقدر احسبها، بس مش مديني حاجه ليها علاقه بالايه بالموديل ديستربنس اللي هو الدبليو كده، بس انا اقدر احسبه من ايه؟ من برضه من الديفينيشن ده. قال لي يعني الكيو كي دي، فين الكيو هنا؟ الكيو اهي، الكيو بتاع الدبليو دي، تمام كده؟ فالكيو كي لانها تبقى مطلوبه داخله في المعادلات يعني المفروض احسبها بس، فهي الاكسبكتد فاليو بتاعت الدبليو كي في الدبليو كي ترانسبوز، والدبليو كي موجوده هناك اهي، فيها البي على سبيل البي بواحد، تمام؟ فيها اليو، اليو مديني ستيب انبوت اهو، يونت ستيب مديه بواحد برضه، تمام؟ فهيبقى القصه بتاعت الكيو كي باستخدام، طبعا انا بعتها بالتفصيل بس عشان يبقى الناس عارفه هي جت منين يعني، فهي الدبليو كي جه هنا في القانون ده، والاي عندي بصفر برضه، تمام؟ فده بواحد، وعندي البي بواحد واليو بواحد، فطبعا مفيش كورليشن بينهم نظريا المفروض يعني، فلما تقول اليو في اليو ترانسبوز المفروض ان اليو في اليو ترانسبوز مش هيكون ليها قيمه الا اذا كانت الاي بتساوي جي، مش كده ولا ايه؟ فكانها كانها كانها دبليو في دبليو ترانسبوز مضروبه في دلتا اي جي اللي هي الديراك دلتا فانكشن، او اللي بيسموها الايه؟ الديراك دلتا فانكشن اللي بيسموها الامبلس فانكشن، تمام؟ اللي هي بتساوي واحد لو كان اي بتساوي جي فقط يعني. فانا هكتبها بس انا بقول يعني عشان برضه لما تتكتب وانت تراجع تشوف ايه اللي جت منين الحكايه، انا قلت ايه؟ نقول هذه النوت فقط يعني. تمام يا شباب؟ لما ان شاء الله نحلها ونبعتها باذن الله. يعني ما كانش النهارده يبقى بكره يعني على اقصى تقدير يعني. ان شاء الله طبعا، ان شاء الله. ما هو المحاضره النهارده مش داخله. تمام؟ المحاضره اللي فاتت كنا بنتكلم على السنسورز برضه والكلام ده يعني، فماشي يعني. ماشي. لا يعني الامتحان هتلاقيه سهل من وجهه نظري برضه اللي هي اللي هي يعني ان شاء الله سهله ما تقلقوش يعني، سهل جدا كمان يعني.
يعني انت بس تذاكر الكلام اللي احنا قلناه في المحاضره، هتخش تلاقي نفسك بتكتب قبل ما تاخد وقت الاسئله، تمام؟ هتجاوب على طول يعني، وهتطلع الاجابه صح برضه، تمام ان شاء الله. يعني اشكركم يا شباب، وانا اسف اعتذر للاطاله، للازعاج، لاي حاجه يعني. نعم.